أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص خرج للجهاد في هذه الأيام وأبواه لم يرضيا عنه، فهل يجوز له ذلك؟ مش الجهاد هذا يا أخي، وش هالجهاد اللي خرجه؟ ما ندري وش. نعم، أخاف أنه مع داعش ولا مع هالجماعات اللي الجهاد ما تولاه إمام المسلمين، ما هو ما تتولاه العصابات والجماعات والأحزاب لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.